بصراحة وغادي نخرج معاك ليها قود والليلي هاليا. أستاذ وفاء أنا راني مربوط بك. نبيل الله يهديك، اش هاد المستوى؟ اش هاد الكلام الساقط؟ الله يهديك. ساقط ولا ناجح ماشي شغل. المهم انت راكي عجبتيني وقرنت فيك عيني وبغيت نكمل معاك ديني يا نور عيني. وجاوبيني بس نبي الله يهديك الله يهديك، خصك تعرف بانني راني حالفه عليك. انا نخلص عليك الكفاره على حسابي يا اخي. تلقينا الفرجه رعاه وجمعيه نساء الارامل كان ندير فيها؟ تروح تنبك ديك جمعيه نساء الارامل. اش من جمعيه هذه؟ اش من القانون هذا؟ واش من حق المراه الا مات لها الراجل ما تزوجش؟ علاش؟ شكون نتوما اللي جبتوا هذا الحق؟ منين جبتوه؟ ما غايقولوش عليا بانني كذابه ومخادعه وما عندي كلمه. بالعكس غادي يقولوا عليك هاد المراه هادي كانت مكتفانا ورابطانا وهلكانا بعضامنا، ها هي طلقاتنا. الله يكثر خير من كان حيله وسبب.